احنا تعرف يعني مثل ما تحدثنا من الناحيه المروريه باستمرار لدينا خطط ولدينا اجراءاتنا فيما يتعلق بمواكبه اي فعاليه اجتماعيه او ثقافيه او حتى العمليات المروريه الطبيعيه اللي هي الفتره الصباحيه والفتره المسائيه. يوم امس حقيقه كان هناك تحديثين مهمات، احداهما الاولى في المدينه الرياضيه استاد عمان مدينه الاحساء الرياضيه الشهيد الشهيدين، كان فيها تخريج بجامعتين وفي تخريج ايضا في استاد الجامعات. هذا ادى الى اندفاع هائل جدا من المكتبات، الناس اللي يحضروا هذه الفعاليه بذويهم وابنائهم وبناتهم. حقيقه اللي كان امبارح الوعي على المحك، الناس بعد ما خرجت من هذه الاحتفاليه والتخرج تركوا مركباتهم بالشارع، نزلوا الى الشارع واحتفالاتهم على الطرق الرئيسيه. نتحدث عن شارع الملك رانيا من عند الدوار الداخلي والبوابه رقم واحد، ثم من المدينه الرياضيه حتى ابو الحاج جسر الجامعه، ومن جسر الجامعه حتى صويلح. هذا ادى الى خنق العمليه المروريه من جسر الجامعه باتجاه دوار يوبيل، ومن دوار يوبيل ايضا نزولا باتجاه التوفيق، ادى الى تدافع هائل المرور. الناس اللي مارين بشكل طبيعي بسبب الخلق ونزول الناس الى الشارع والاحتفاليه بالشارع، يعني صاروا القمر والفرح هو على الارض بالشارع للاسف الشديد. وانا بقول والله هذا المظهر يوم امس، خلينا نكون صريحين، حتى دائما نحب مشاكلنا ونواجهها بشكل صحيح. والله المظهر كان غير لائق يوم امس، يعني هي كانت هناك دائما توجيه، هناك دائما ارشاد، هناك دائما جانب اعلامي ياخذ الامن العام على عاتقه، ولكن الامن العام لوحده لا تستطيع. اخي الكريم، شركاء معنا في هذه العمليه، شركاء يعني الرديف، ما يسمى بالرديف في جانب التوعيه لدينا المدارس، لدينا الجامعات، لدينا الاسر، لدينا المجتمع المدني المحلي. يعني هذا المشهد المروري وهذا الواقع المروري يجب ان يكون بافضل حال، لانه حقيقه اصبح يشكل اكبر التحديات تواجه الدول وتواجه المنطقه بشكل عام. لدينا في المملكه العربيه الهاشميه، يعني هذا نداء يطلق باستمرار الى جامعاتنا، الى خريجينا، الى ابنائنا، بمعنى هذا السلوك السلبي انت تعطل حياه الاخرين، انت عقد المرور، عقد عمليه الاسعاف، عقد يوم عمليه. نتعامل مع امور العمل الروتيني، كان في اعطال مركبات يوم امس، شيء تحت المعلق، شيء تحت النفق، شيء على الشفه الرئيسيه، يعني باختصار والله خذنا يوم امس معركه، لكن احنا نعول كثيرا على المواطنين وعلى الناس ان يتكاتفوا معنا، تفرح طريقه يوم امس، الاجسام تلامس الارض، يعني يضعوا ايديهم واجسامهم على الارض اثناء مثل المركبات، هل هذا هو اسلوب الفرح؟ هذا لا يجوز، والله هذا البلد الطيب، هذا البلد الرائع، هذا البلد المميز، هذا البلد اللي هو محج اصبح للناس كلها، والله هذه مسؤوليه الجميع ان نحافظ عليه، حرام اللي بتقول. تحيه لصاحب الجلاله وللشعب الاردني، ومن ثم الى رجال الامن، واخص بالذكر العميد جمال الدور على الاخلاق الذي يتمتع بها من يعني شهامه وانتماء لهذا الوطن. خليني اعطيك ملاحظه، واحنا يوم الخميس من عمان باتجاه الشمال، من نهايه روح البقعة بنزول جامعة فيلادلفيا 3 ساعات وربع من عند نهاية الطلوع لغاية جامعة فيلادلفيا، فكرنا لا سمح الله في حوادث، وإلا في تخرج للجامعة الشباب بالجامعة فيلادلفيا، حارقين الإطارات، مغلقين الطرق، فوضى عارمة، يعني لو شفت المنظر، منظر غير حضاري ولا يليق بسمعة هذا الوطن ولا بسمعة الطلاب الخريجين. طريق مغلقة 3 ساعات، سيارات الإسعاف 2 حاملين جرحى، والله العظيم ضروا 3 ساعات محصورين، اقسم بالله كان منظر يعني لا يقبله اي ضمير بشر على الارض. هالشباب حاطين هذا روب التخرج بالكيس، ساعة ما بده يلبسه، ساعة ما بده يشلح، وحط الطاقية ويصوروا بعضهم البعض. يعني اتمنى على جامعاتنا يعني يكون عندهم برنامج للتخريج، الذنب الكبير الذي ارتكبه حكوماتنا السابقة اللي سمحت للسيارات السكراب باستيرادها وجمركتها في هذا الوطن، واللي لوثت البيئه ساعه وربع امبارح من عند دوار الواحد عند السيفوي شارع الجاردن، شيء مش معقول. والان كمان الحكومه بدها تطلع بقرار السماح للسيارات الهايبرد بدون اي رسوم واي جمارك واي ضرائب، ما الذي سيحدث في شوارعنا؟ احنا شوارعنا غير مؤهله لهذه الكم من السيارات. حقيقه حتى انه نخفف من هذه الحده المروريه وهذه التجمعات لموضوع الخريجين، يجب ان يكون هناك تنسيق. انا اعتقد انه يوم امس كان في تخريج لجامعتين في المدينه الرياضيه، وكما فهمت يعني جامعه الزرقاء وجامعه اخرى. يا اخي الكريم بارك الله فيهم، جامعاتنا نعزها ونحترمها ونقدرها، اعمل التخريج عندك بجامعتك، انت لديك جامعه و
ومكان رائع وملائم ولديك ساحات اعمل التخريج في ذلك المكان، وجامعة البلقاء تعمل في جامعة البلقاء وغير ذلك. ايضا ان نختار ايام نهاية اسبوع، لدينا الجمعة والسبت، يعني انا يوم الجمعة ايضا واكبنا تخريج بالجامعة الاردنية، كان في هناك حقيقة سيطرة مرورية كاملة على الرغم من بروز بعض الظواهر في المواكب، لكن كان في هناك سيطرة. انا اعتقد الجهات ذات العلاقة من خلال وزارات اللي يتبعوها بالتعليم العالي او غير ذلك يكون هناك تنسيق لمناسبات التخريج ويراعى فيها التوقيت والمكان والزمان، حتى انه احنا لا يمكن انا اقدر اعمل هذا الفعالية في مربع واحدة في عمان في منتصف عمان، يعني كان في عندنا فعاليتين، الجامعة الأردنية وهو وضع طبيعي وأيضا المدينة الرياضية، شرك المرور من الطرفين في تلك المنطقة أدى إلى تدافع المرور والكثافة زي ما حكت سعادة النائب شارع وقتل. أيضا عندما أنا أكون عندي تخريج في جامعة فلادلفيا أو على طريق جرش حكاك أنا وصلني الخبر وأرسلت فريق عمل من عمان حتى يستطيع يدق كل الشيء الموجود على الطريق، لكن هل معقل أبنائنا وبنات الطلبة وأهلهم يغلقوا شارع رئيسي حيوي يربط محافظات الشمال بالعرب، هناك اجانب في ذاك من دول شقيقة وصديقة يمروا لهذا الشارع، اعتقد هذا الامر غير جائز. رجال السير لهم كل الاحترام والتقدير، وانا كسائق سياره كنائب لما يوقفني راكب رقيب السير يعني لازم انزل من سيارتي واعطيه اوراقي واحترمه، مش احكيه بلغه القوقيه، يجب ان يكون الاحترام متبادل بيننا. انا برام شاهد كيف رقيب السير هذا اللي ياخذ لا يتجاوز راتبه 450 و600 دينار مع مكافاته مع تعبه مع الشقة والسير، يجب على الكبير ان يحترم المواطن ورجل السير بالذات. اقول لك يا اخي الكريم، هناك اقبال على شهر رمضان المبارك، ودول مجلس التعاون تريد ان تعمل استضافتهم وصيامهم في هذا البلد، لأن هذا البلد بلد الخيرات، ويجب علينا يعني أن نحدد في شهر رمضان للسير يوم للسيارات المفرد ويوم للسيارات المزدوج، لكي لا نعمل غضب في الشارع الأردني بكرة. ورمضان إذا بده صوم بده التعمين عربنا، أنا صايم يا بعذر بعصا يا بالعقال. كفيتم ووفيتم، وكل الشكر والتقدير لما تفضل فيه بالملحوظات الملاحظات المروريه سعاده النائب الفاضل، نشكره كل الشكر وبنطمنه وبنطمن كل الاهل والوطن انه جهاز الامن العام على قدر عالي من المسؤوليه، جهاز محترف، جهاز يتحمل اعباء هائله ولكنه يقوم فيها بكل فخر واعتزاز. هؤلاء ابنائكم، رجل المرور هو ابنكم يا نائب مركز الامن، ونحن نعمل من اجلكم.